أول حاجة نبدأ نتكلم عليها هي الكاردياك فيسيولوجي، إزاي القلب بيشتغل. بداية القلب هو عبارة عن سينكرونايز دبل بامب. يعني إيه سينكرونايز دبل بامب؟ يعني عندنا بيسكلي عندنا في الجزء اليمين والجزء اليسار من القلب، كل واحد فيهم بيشتغل بيعمل بامبنج للقلب بشكل يعني معين، بحيث إن الرايت بارت بيضخ الدم اللي هو الفينس بلاد اللي هو بيبقى فيه فيري لو أكسجين و very high CO2، بيتم ضخهم لللانجز في الحاجه اللي احنا بنسميها الدوره الدمويه الصغرى او البالمونري سيركيليشن. الجزء اليسار من القلب هنلاقي ان هو بيضخ الدم من خلال الاورطه، يعني بيستقبل القلب بيستقبل الدم من الرئتين بعد ما تم ان هو حصل له اوكسجينيشن هناك، فيبقى very high O2 و very low CO2. بيتم ضخ الدم دوت من خلال الاورطه لجميع اجزاء الجسم في الحاجه اللي احنا بنسميها اللي هي الدوره الدمويه الكبرى او السيستميك سيركيليشن. الفكره بقى ان القلب نفسه كبامب بيبقى فيه اكتيفيشن هو اللي بييسر ان يكون في عندنا سينكرونايزيشن للاكتيفيتي اللي بتحصل في جميع انحاء عضله القلب. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا عندنا في الاذين اللي هو بيتكلم على الاتريا اللي هي رايت وليفت اتريا، بيبتدي يحصل لهم انقباض في الاول، الدم بيتكون في الاتريا وبعد كده بينزل منهم عن طريق الانقباض الاولاني دوت للفنتريكلز اللي هي البطين، والبطين بعد كده هو اللي فيه عضله قويه تقدر تدفع الدم بقوه من خلال البالمونري ارتري والاورتا للتو سيركيليشنز اللي موجودين عندنا اللي هي البالمونري والسيستميك. علشان الكلام ده يتم بشكل دقيق وبشكل صحيح، لازم الكنترول بتاع الانقباض بتاع العضله دي لازم يتم بشكل في يعني اوقات محدده وفي سينكرونايزيشن بالاجزاء المختلفه وبعض. فالكلام ده بيحصل عن طريق وجود حاجه بنسميها الساينو اتريال نود، هي دي اللي بتبدا الانقباض كله او بتبدا الاكتيفيشن اللي بيحصل على اساسه الانقباض في جميع انحاء عضله القلب. يعني عشان كده بنسمي الساينو اتريال نود ديت بنسميها البيس ميكر. بيس ميكر معناها هي الحاجه اللي بتعمل الانيشيشن للانقباض او الالكتريكال اكتيفيتي اللي بتسبب الانقباض عضله القلب، بتبتدي من عند الساينو اتريال نود. بنتكلم على ان الاكتيفيشن اللي بيحصل لنا في ساينو اتريال نود دوت الحقيقه بيتم بطريقه اوتونوميك. يعني ايه؟ بيتكلم على حاجه يعني بنسميها اوتو ريذم. اوتو ريذم دوت معناه ان هو يعني الانيشيشن بتاع الانقباض عضله القلب بيحصل بطريقه اوتوماتيك، ما بيحتاجش ان احنا يجي لنا بلس مثلا من جزء معين من المخ عشان يحصل الكلام ده. بيجي لنا حاجات زي مثلا بنسمي حاجه، يعني في عندنا حاجه اسمها السمباثاتيك نيرفس سيستم، بيبقى في عندنا يا اما سمباثاتيك يا اما يعني سمباثاتيك اور بارا سمباثاتيك اكتيفيشنز. دي بتعدل شويه الاكتيفيتي اللي بتحصل في الثانيه اترين، تخليها ابطا شويه مثلا او تخليها اسرع شويه، تخلي الكوندكتيفيتي ابطا شويه او اسرع شويه، بس في الاخر الريذم نفسه بينشا من القلب نفسه. بعد ما بينشا الاكتيفيتي في ما بتبتدي الاكتيفيتي في ساينو اتريال نود بتبتدي تنتشر في جميع انحاء الاماكن اللي فيها الاتريا، فيبتدي الاتريا يحصل لها انقباض. بعد كده بيبقى في عندنا جزء في النص كده بنسميه الاتريو فنتريكولار نود، بيبتدي عند النقطه دي يحصل انتشار للالكتريكال اكتيفيتي من الاذين للبطين، بيبتدي ينتشر بقى من خلال المنطقه دي من خلال النقطه دي للبطين، بيبتدي بعد كده يتحرك في حاجه اسمها باندل اوف هيز او اللي هي يعني بيركنجي فايبرز، بيبقى موجوده عندي اللي هي موجوده عندي في جميع انحاء عضله القلب، بيبتدي بقى من خلالها الانقباض بتاع البطين. فبالتالي احنا بيحصل عندنا انقباض الاول في الاذين عشان ياخد الدم اللي تجمع من كل انحاء الجسم او من عند البالمونري ارتري بالمونري فينز علشان ينزل بعد كده في البطين الايسر والبطين الايمن، بعد كده الانقباض في البطين يدفع الدم ده بقى للبالمونري سيركيليشن وللسيستميك سيركيليشن بشكل منضبط. فالحقيقه العمليه دي بتنشا من الساينو اتريال نود وتنتشر بعد كده كالكتريكال اكتيفيتي في جميع انحاء عضله القلب، والالكتريكال اكتيفيتي هي اللي بتسبب انقباض عضله القلب بشكل يكون فيه سينكرونايزيشن ويخلي البامب اللي هي يعني عضله القلب دي عباره عن بامب يخليها تعمل بشكل فيري افيشنت وفيري افكتيف عشان تدفع الدم بشكل كافي.